السلام عليكم. كنت عاوز أشارككم تجربتي في تربية الكتاكيت في فقاسة البيض. كنت عملتها من حوالي سنة وفقست فيها كتاكيت بلدي، لكن قلت أجربها في تربية الكتاكيت البيضاء. ادي الكتاكيت 20 كتكوت، جبت لهم سقاية وطبعا بحط لهم الاكل في غطا حاجة صغيرة، يعني اي حاجة. وهي الفقاسة يعني عبارة عن صندوق مربع، كنت مبطنه بورق الألمونيا وعامل فيها 4 دوايا للـ4 لمبات، ومزودها بمروحة. مروحة عامل على المروحة شبكة وتايمر، مزودها بتايمر لضبط درجة الحرارة. الكتاكيت اشتريتها يوم 21/3 يوم عيد الأم، وأنا طبعا بنور لمبة واحدة وفاصل الباقيين، لأن كفاية لمبة يعني على قد درجة الحرارة، ملوش لازمة عشان ما يستهلكوش كهربا كتير. وهو كده كده الترموستات بيفصل لما الحرارة بتوصل الدرجة المطلوبة، وفي ترمومتر كمان غير الترمومتر ده كنت بستخدمه، الترمومتر اللي هنا ده علشان أشوف منه البيض لما كنت مرقد فيها البيض، لكن دلوقتي ببص منها على الكتاكيت وفي ثقوب فيها، في ثقوب في الجنب للتهوية، مش محتاج ان انا اعمل فيها شباك او حاجة، والشفاط بيخرج الهواء. مرة يعني الكتاكيت دلوقتي من يوم 21 اللي هو كان يوم الخميس، احنا دلوقتي يوم السبت، فده اليوم الثالث لهم. وفي ترمومتر كمان نركبه في الجنب اهو، مش عارف باين هنا اهو، داخل في الجنب كده علشان يجيب لي درجة الحرارة من جوه. نجرب بقى ننور باقي اللمبات ونوريكم فكرة اللمبات لما تفصل عند درجة الحرارة المطلوبة. نشوف اللمبات لما الحرارة توصل للدرجة المطلوبة. خلينا مع الترمومتر،
عارف باينة ولا مش باينة. ده المروحة باينة في الناحية التانية. هو صندوق صغير يعني، لكن ممكن الفكرة جديدة بالنسبة لي، ممكن تتعمل على كبير يعني. وادي اللمبة طفت والمروحة بفعل الترموستات، لكن هنفتح الغطا تاني علشان ننور اللمبات. ادي فتحنا عشان الحرارة ترجع، وملوش لازمة نطفي بعض اللمبات، انا مش عايزها تفصل عشان تفضل منورة على طول. افك لمبتين، كفاية لمبة واحدة. ادي نورت، نرجعها زي ما كانت، و لما يكبروا شوية أبقى أحاول أنقلهم في بوكسة صغيرة أكبر من دي، وأبقى أصور لكم وصلنا لإيه إن شاء الله. شكرا.